استعداد البلدين لتدبير هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. فهنا أكد الرئيس الصيني كذلك في لقائه على استعداد الصين للتبادل الدعم مع المغرب للمصالح الجوهرية لبعضهما البعض، وكذلك استعداد الصين لزيادة تطبيق التوافقات التي توصل إليه يعني الرئيسين قائد البلدين خلال في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني العربي الصيني الإفريقي، وكذلك الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي هذا العام، وكذلك لزيادة الاستثمارات الصينية في المغرب في مجالات مثل يعني الطاقة المتجددة، وكذلك الطيران، وكذلك الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى يعني مشاريع بنية تحتية. وجد الرئيس الصيني في استقباله صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. إثر ذلك تقدم للسلام على فخامة السيد شي جين بينغ رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. بعد ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرئيس الصيني السادة محمد مهيدية ولجهة الدار البيضاء ستات عامل عمالة الدار البيضاء وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وجلال بن حيون عامل إقليم النواصر ومحمد السلماني رئيس المجلس الإقليمي للنواصر وعبد العزيز الرادي رئيس جماعة النواصر.